بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مباركا. إخوتي أخواتي المشاهدين، معكم الدكتور بن عمار الحاج، دكتور في طب وجراحة الأسنان، صاحب عيادة الجوري لطب وجراحة الأسنان، والكائن مقرها بسيدي عقبة ولاية بسكرة. أتشرف بمشاركتي في برنامج قهوة العشية للأستاذ سالم الجزائري، جزاه الله عنا كل خير. موضوعنا اليوم يتمثل في خطر التسوس وعلاقته بالصحة العامة، أي علاقة تسوس الأسنان بالأمراض الأخرى، مثلا صداع الرأس، تساقط الشعر، أمراض المعدة، خصوصا أمراض القلب، حجر الكلى، والأمراض الأخرى. معظمنا يجهل أن هناك علاقة وثيقة بين تسوس الأسنان والأمراض التي تصيب الأسنان، تصيب الإنسان عفوا، كالقلب، المعدة، صداع الرأس، تساقط الشعر، وحجر الكلى إلى آخره. سوف نقوم في هذا الفيديو القصير بتوضيح بعض المفاهيم. أولا نبدأ بتسوس الأسنان، تعريف بسيط لتسوس الأسنان لكي يعلم المشاهد ما هو تسوس الأسنان. تسوس الأسنان هو عبارة عن مرض جرثومي يصيب الأسنان، حيث تتغذى البكتيريا على بقايا الطعام الموجودة على الأسنان، وتشكل منها ثقب، من ثقب بسيط ينتقل إلى جذر الأسنان، من جذر الأسنان يشكل من الآفة الذروية. الآفة الذروية هذه هي أصل مشاكل الكل. كي نجيو نحكيو على علاقة تسوس الأسنان بالأمراض الأخرى، نبدأ بالقلب. هناك دراسة أجرتها جامعة كيل الألمانية أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين تسوس الأسنان ومرض القلب. كيف ذلك؟ أجروا دراسة على مجموعة من الأشخاص، أثبتوا أن الأشخاص الذين يعانون من تسوس الأسنان الحاد سيصابون بمرض القلب 60% من الذين يعانون من تسوس أسنان الحاد سيصابون بمرض القلب. كيف يفسر ذلك علميا؟ حكينا عن الآفة الذروية، لأن هي اللي تجي بعد تسوس الأسنان، الثقبة، جذر الأسنان، الآفة الذروية، تنتقل جرثومة، تنتقل بكتيريا عبر مجرى الدم، تتشكل على الغشاء الخارجي للقلب وتحدث ثقوب في القلب، تغير في نبضات القلب إلى آخره. هذا فيما يخص مرض القلب. فيما يخص المعدة، هناك تقسيم للمنظومة الغذائية، المنظومة الهضمية، بين الأسنان هناك تغير في المنظومة الهضمية بين الأسنان والمعدة، يعني الأسنان تقوم ب40% والمعدة تقوم ب60%. مثلا إنسان اللي ما عندوش طواحن راح يأثر على المعدة تاعو، كيف يأثر على المعدة تاعو؟ المعدة تقوم بإفراز كمية كبيرة من الأسيد كاستريك أو حمض المعدة، يؤثر ذلك مع مرور الوقت، يوم يومين شهر شهرين عام عامين، يؤثر على المعدة. مثلا صداع الرأس، صداع الرأس علاقة وثيقة بين صداع الرأس وتسوس الأسنان، لأن الأعصاب، أسنان في نهاية يوجد الأعصاب، الأعصاب مربوطة بالرأس، الرأس قريب من الأسنان. عندما يحدث صداع بالأسنان، يحدث ألم بالأسنان، يحدث صداع بالرأس. تساقط الشعر، تساقط الشعر تجربة جرت لي، إنسان قام عندي بنزع حجر أو ديطرطراج، كان يعاني من الثعلبة، سقط، حدث أنه نبت شعر رأسه، حجر الكلى، الحجر الموجود بين الأسنان يمشي عبر مجرى الهواء فيلصق في المرارة ويلصق في الكلى، يؤدي إلى عديد الكوارث. خلاصة القول أن من يعاني من تسوس بسيط يقوم بعلاجه، من ليس لديه طواحن يقوم بتركيب طاحن، سواء الفيكسي، سواء المتحرك، سواء، لأن الفم هو نظافة الفم هي عبارة عن وقاية من جميع الأمراض. الجسم السليم في العقل السليم. بارك الله فيكم وبارك الله في الأستاذ سالم الجزائري، وربي يرفع عنا البلاء إن شاء الله. دمتم سالمين، السلام عليكم.